التسعة أتعلم فكرة الدرس، أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر حتى التسعة، من الأصغر إلى الأكبر حتى التسعة، أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر حتى التسعة، المفردات، ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، وهنا من الأكبر إلى الأصغر، خط الأعداد. زين، أقارن أربعة أكبر من ثلاثة، تكتب بهذه الطريقة أربعة أكبر من الثلاثة. زين، عندي هنا ممحات العدد خمسة، وعندي هنا مقطات العدد ثلاثة أربعة العفو، وهنا العدد ثلاثة. زين، أستعمل خط الأعداد في الترتيب. دائما خط الأعداد يكون أفقي ومقسم بالمساواة، يعني دائما مثل من تخطون خط فيكون بين نقطة ونقطة 5 مليم، يعني نص سنتيم على مود الطفل، أو سنتيم كامل على مود الطفل يعرف أنه هذا أجزاء متساوية. فدائما تكون بأجزاء متساوية بهذه الطريقة، يعني أنه يكون تسوي خط أعداد، شوفوا 1 سنتيم 1 2 3 4 5 6 دائما. هنا نعطينا ثلاث أقلام كاتب في المربع الثاني، هنا علبتين ألوان كاتب اثنين، هنا مجموعة أقلام فرشة ألوان خمسة كاتب خمسة، ورتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر على خط الأعداد، مرتبهن اثنين ثلاثة خمسة، اثنين ثلاثة خمسة، أحدد العدد على خط الأعداد. حدد العدد على خط الأعداد، هنا عندي 1 2 3 4 5 5، حدد على الرقم 5 فيكون هذا رقم 5. حددنا العدد الأول للكرات السمائية، هنا مجموعة من الطباشير 1 2 3 4 5 6 7 8 8 طباشير، حدد عدد 8. زين، عندي هنا مجموعة من ربطة عنق 1 2 3 4 5 6، حدد على الرقم 6، فصار عندي 5 6 8. أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، يعني أريد من الكبير للصغير، دائما يصير 8 أكبر 6 5. نتحدث كيف أرتب الأعداد 8 7 5 من الأصغر إلى الأكبر باستعمال درجات السلم، يعني هنا بالسلم يقصد الدرج مال البيت، راح تكون من الأصغر إلى الأكبر، أريدها مو من الأكبر للأصغر، من الأصغر إلى الأكبر. فما إنه الدرج يبدي من البداية هيجي، راح يصير درج هنا خمسة، وهنا ستة، وهنا سبعة، وهنا راح تكون الثمانية. فإذا تريد الدرج مثل تمثل للطفل من من رقم واحد وتصعد بيه على مود يكون أفهم إليه. أحل، أحوط باستعمال القلم الأحمر العدد السابق للعدد ستة، العدد السابق للعدد ستة، دائما قبل الرقم ستة يجي الرقم خمسة، أحوط الرقم خمسة. أحوط باستعمال القلم السمائي، يعني لون سمائي، العدد التالي للعدد ستة، إذن راح يصير عندي العدد سبعة، فصار عندي خمسة ستة سبعة. ثم أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر، يعني راح يصير العد باعتبار تنازلي، سبعة ستة خمسة، أكبر أصغر أصغر. استعمل خط الأعداد وأكتب الأعداد. عندنا هذا خط الأعداد، مطلوب من عندنا أن نكتب الأعداد. دائما خط الأعداد بما أنه يبدأ من الصفر، فصير اتجاه كتابتنا بهذا الطريقة، يعني ما واحد يبدأ من هنا، لا يبدأ من هنا ونعطي أنه صفر، فش راح يصير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
9. ما ممكن واحد يبدي منها، ترى خط الاعداد هي يعني هذا خط الاعداد الى هواي امور، بي سالب وبي موجب، فدائما العلامه السالبه تكون منها والعلامه الموجبه منها، يعني هذا بالنسبه على مستوى اكبر من اللي يمكن اتصور الابتدائيه تبدي بالمتوسطه والاعداد السالبه الموجبه. فدائما 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا يقول لك رتب من الاكبر الى الاصغر، من الاكبر الى الاصغر. هنا أنا راح يصير عندي الترتيب كالآتي، هو 7 5 4، هنا أنا 9 4 6، ايش راح يصير؟ 9 6 4، من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر، مو على خط الأعداد، لا ترتيب مثل ما رتبنا ذني. هنا عندي 3 8 2، راح يصير 8 3، يعني 3 أكبر من 2 2. هسه هنا أنا مطلوب من عندي أرتب من الأصغر إلى الأكبر، يعني عندي 2 4 6 7، يصير راح يصير 2 4 7. هنا أنا راح يصير 2 5 6، هنا راح يصير 3 6 9. إذا كان 5 أكبر من 3 و8 أكبر من 5، فإن ترتيب الأعداد 3 8 5 من الأصغر إلى الأكبر راح يكون كالتالي: هو أصغر رقم 3، واللي بعده يكون 5، واللي بعده يكون 8، فصار من الأصغر إلى الأكبر. ترتيب الأعداد من 3 3 8 5 من الأكبر إلى الأصغر راح يكون أكبر عدد عندي هو العدد 8، واللي بعده 5، واللي بعده أصغر منه هو العدد 3. إذا لاحظنا هنا صارت 3 هي مرة صارت بالبداية مرة بالنهاية، ليش؟ لأن يعني هنا ترتيب من الأصغر إلى الأكبر، وهنا من الأكبر إلى الأصغر. وإذا لاحظنا العدد 5 هو بقى متوسط، لأنه هو بين العددين، بين العددين. اطلب الى ابنك ابنتك ترتيب الاعداد 3 8 7 من الاصغر الى الاكبر، راح يكون من الاصغر الى الاكبر تالي 3 7 8. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ارجو ان استفادتم منها. لا تنسون بالاشتراك بالقناة ومشاركة القناة ليصلكم كل ما هو جديد، تفعيل زر الجرس، تفعيل زر الجرس، واي شيء تحتاجونه كتبوا لي اياه بالتعليقات، وانا جاهز اي شرح، اي شيء ما فاهمينه انا جاهز. في امان الله وفي حفظه.